هلا 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 يمه. هلا هلا. استريحي استريحي وتعالي علميني قولي لي ها طمنيني بس كيف الشغل؟ شقول ولا شخلي يا طلال يا ولدي، ما شاء الله تبارك الله ما وقفنا شغل من اليوم وأنا واقفة على رجولي. أنا أتوقع بعد ذا التعب أحتاج علاج فيزيائي على رجليني. لا يوم ما يسمونه مساج تايلندي. طيب يعني كان المحل زحمة في زباين كثير؟ اسمع إيش يقول، أقول لك ما وقفنا شغل ما شاء الله تبارك الله، زبونة داخلة وزبونة طالة، زبونة رايحة سرداحي مرداحي ما شاء الله مرة مرة، اللي تقص واللي تصبغ شعر واللي كل شيء، حتى شو اسمهم هذول الرموش ركبوهم اليوم كانوا زبونتين مرة ما شاء الله ما شاء الله. الله يرزقكم يوم طمنتي قلبي قسم بالله. أقول صوفي، حنا اليوم كم عروس جت وحجزت عندنا يوم سجلتها بالدفتر أنا وانتي؟ يمكن شي ثلاثة هيك شي. وشو ثلاثة؟ حتى ما تعرفين تعدين، أنا كاتبتهم بيدي بالقلم، يمكن سبعة أو ثمانية طبعاً إن شاء الله. سبعة وثمانية غير الخدمات الثانية؟ أي طبعاً طبعاً. لا 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 بداية قوية ما شاء الله ما شاء الله، بسم الله عن العين والحسد يمه بسم الله ما شاء الله. أقول أنا قررت، مو فكرت قررت، لازم نشتري كراسي جديدة لأن اليوم الزباين الواقفين أكثر من الجالسين، عيب ما يصلح كذا. صالون غادة لازم يكون على مستوى. ما عليه غادة ما عليه حبيبتي، الكراسي اللي عنا مكفيين. لا مو مكفيين، وأنا اللي كلمتي تمشي فاهمة ولا لا؟ ولازم نجيب 10 كراسي للصالون. 10؟ أي 10 مرة واحدة يمه؟ طب يمكن ما لها مكان، شوي شوي. خلاص إذا ما لها مكان معناته نفتح فرع ثاني. الله، من أول يوم دوام بتفتحون فرع ثاني؟ لا معناته الشغل واو. إيه المكان خطير واضح والزباين كذا مثل النمل فول. الله لي يوفقك يا زيد يا أبو أذن صغيرة، يوم إنك ما تخليني أشتغل مع الناس بسرعة. أبكلم راعي الصالون الحين وبأخليه يصبر، تدرون أبكلم الآن وأقول له جايك بالفلوس، أبطلعه من تحت الأرض. إيه لا يروح على المحل، وين جوالي؟ الله لي يوفقك يا زيد، حتى الرزقة تبي تلحقني فيها. انتي ليه عم تكذبي على الولد؟ ايش تبيني اسوي؟ افضح نفسي واقول له ما حد جاني؟ مش احسن ما تورطيه وتخسرينا فلوس يفتح صالون مقابلنا؟ مش حرام؟ مو مهم، المهم انه ما حد يشمت فيني، فاهمه ولا لا؟ مية مره قلت لكم شغل المطبخ ما يناسبني، انا زهقت زهقت اوف.